يواصل المترشح الحر عبد المجيد تبون حملته الانتخابية فبولاية ورقلة حلة، وبها تعهد برفع التهميش عن مناطق الجنوب من خلال تجسيد برنامجه التنموي في كافة القطاعات وبإسناد مناصب المسؤولية لإطارات من هذه المنطقة. طالبين الشباب بالأخص أن يرفع عنهم الغبن، البطالة، التهميش، لازم التشغيل المباشر، لازم الشباب هذا نجيب المعاهد اللي راها في بومرداس وفي غير بومرداس تجي هنا، تجي هنا في مكان الانتاج باش الشباب هذا يتكون ويدخل يشتغل في البترول هو تاني. المترشح الحر أكد أنه في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة سيلتزم بإعادة النظر في منحة المعاقين من أجل ضمان العيش الكريم لهذه الفئة من المجتمع، مع فتح المجال أمام مشاريع الشباب والنساء الماكثات بالبيت. داوي الإعاقات، راني عارف الشيء اللي راهم يعطوهم قليل، أنا نوعدهم باللي نرفع باش يعيشوا عيشة كريمة. بالنسبة للفئات اللي ما ذكرناهمش بالأخص النساء والنساء الماكثات في البيت هما والشباب، إن شاء الله إن شاء الله يكون لهم الحد في التنمية. تبون استنكر تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر وتعهد في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي بضمان كرامة الجزائريين أينما وجدوا في مختلف مناطق العالم.